الفيديو ده هجاوب على كل اسئلتكم اللي سألتوهاني بخصوص كورس الرسم بالالوان الاكريليك. كمان جايبه لكم كود خصم تقدروا تدخلوه وانتم بتشتروا الكورس وتحصلوا على نسبه خصم كويسه جدا. وتعالوا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. انا بقالي فتره مش بنزل فيديوهات بانتظام، كنت مشغوله شويه، ولو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا انا كنت مشغوله في ايه. الفيديو اللي فات اخر فيديو نزل كان عباره عن اعلان لكورس الرسم بالالوان الاكريليك. من فتره اتواصلوا معايا منصه تدرب، منصه تعليميه معروفه وعليها كورسات في جميع المجالات، قالوا لي عايزين نعمل كورس في المحتوى بتاعي اللي هو المحتوى الرسم والمحتوى الفني. وانا قررت ان انا اعمل كورس الرسم بالالوان الاكريليك. ليه قررت كورس بالرسم بالالوان الاكريليك بالذات؟ لان اكتر حاجه بتطلب مني هي الالوان الاكريليك. معظم الناس عايزه تعرف عن الالوان الاكريليك ان هي الوان سهله ولذيذه ومتوفره في كل مكان، فالتعامل معاها بيكون سهل الى حد كبير. فما ترددتش ابدا ان الكورس يكون عن الالوان الاكريليك. تعالى اقول لكم الكورس ده مناسب لمين، وبعد كده هكلمكم عن مكونات الكورس. الكورس مناسب لأي سن حرفيا، من أول سن نقول 13 سنة مثلا، يعني تكون قادر تمسك القلم الرصاص وتتحكم في الفرشة. هعلمك ازاي تمسك القلم الرصاص، وهعلمك ازاي ترسم بيه، وهعلمك ازاي تتحكم في الفرشة. مش لازم خالص تكون حد بيعرف يرسم اصلا، او حد يكون له تجارب سابقة مع الالوان. كل ده هنتعلمه في الكورس. هنتعلم في الكورس الاساسيات خالص، المبادئ. ما تقلقوش خالص، الكورس سهل، مكون من 37 محاضرة. استنوا هشرح لكم كل محاضرة بتتكلم عن ايه. بس نرجع، انا عايزة ارجع معاكم الكورس برضو لمين، مين اللي يقدر ياخده. ممكن حد داخل كلية فنية حابب ان هو يدخل بثقله زي ما بنقول، ياخد الكورس، هيعرف حاجات كتيرة جدا عن نظرية الالوان، هيعرف يعني ايه تكوين وازاي اوزع العناصر بتاعتي جوه اللوحة، وهيرسم طبيعة صامتة ولاندسكيب وبورتريه. كل ده يأهله ان يدخل الكلية وهو عارف ومذاكر، زي بالظبط ما كنا بنبدأ دروس كده قبل المدارس بشوية عشان ندخل للمدرسة واحنا عارفين احنا هنعمل ايه. بالظبط كده الكورس هيكون مفيد لاي حد داخل كلية فنية، سواء فنون جميلة، فنون تطبيقية، تربية نوعية، تربية فنية، الكورس هيكون مفيد جدا ليهم. اي حد بيحب الرسم ومش لاقي مصدر يتعلم منه رسم اكاديمي بطريقة سهلة، اي حد ايا كان سنك، 40 سنة، 60 سنة، 70، 80، اي سن حرفيا، الكورس هيقدر يساعدك ان انت تطلع من ليفل مبتدئ خالص لليفل اعلى، ليفل بروفيشنال. تعالوا نشوف الكورس مكون من ايه. الكورس مكون من 37 محاضرة. ما تتخضش من الرقم، كل محاضرة عبارة عن من 4 لـ5 دقايق، وفي محاضرات حوالي 10 دقايق، وفي محاضرات اكتر شويه ربع ساعه مثلا، بيكون فيها خطوات اكتر شويه، برسم فيها قدامك كل خطوات الرسمه بحيث ان انا ابسط لك كل حاجه. الكورس ده انا صورته يعني اتحضر له مثلا ممكن نقول ايه 8-9 شهور، يعني تجهز له بروائق الرواق. كل محاضره متجهز لها، مكتوبه ومعموله بجد كده زي ما بنقول معموله بحب. فان شاء الله الكورس هيعجبكم جدا. مكونات الكورس، كل حاجه عن الالوان الاكريليك، تاريخ الالوان الاكريليك، وبعد كده نظريه الالوان بكل جوانبها، هتعرفوا يعني ايه الوان اساسيه، الوان سنويه، سيكولوجيه الالوان، ايه هو تاثير الالوان نفسيا علينا، تناسق الالوان، ازاي ابني لوحه متناسقه الالوان، او اعمل ديكور متناسق الالوان، او البس لبس متناسق الالوان، اي حاجه لها علاقه بالالوان نظريه الالوان هي بتكون مفيده ليها. قسم الطبيعة الصامتة، هنتعلم ازاي نبني اللوحة بتاعتنا، نرتب العناصر ازاي بحيث انها تكون ملفتة للنظر وشكلها حلو، مش اي حاجة كده وخلاص، لا تكون ترتيبها ملفت للنظر. والتكوين له اسس وله جماليات، هنتكلم عن اسس التكوين وجماليات التكوين علشان نعمل تكوينات ناجحة. التكوين ده بينطبق على الرسم وعلى التصوير، وكمان على اي فيجوال
ارت احنا بنعمله، اي فنون بصريه احنا بنعملها بتحتاج ان احنا نكون عارفين يعني ايه تكوين. بعد كده هندخل على محاضره اللاندسكيب اللي هي المناظر الطبيعيه. صوره عاديه جدا انا كنت واخداها من على الطريق بالموبايل، صوره بسيطه جدا وحولتها معاكم للاندسكيب، سهل وجميل وشكله مبهج. كمان هندخل على ليفل الوحش، ليفل البورتريه. مين فينا ما بيخافش من البورتريه وهو مبتدئ؟ كلنا في مرحله المبتدئين كنا بنخاف ان احنا نبدا في البورتريه. هنبدا مع بعض بالقلم الرصاص، هقول لك ايه هي نسب البورتريه المظبوطه، ازاي ترسم بورتريه بالقلم الرصاص بطريقه بسيطه، والاهم بقى من ان انت بعد ما ترسمه ان انت ما تبوظوش بالالوان، ان انت تعرف ازاي تكون لون البشرة الواقعي، مش لون بشرة مثلا هنستخدمه في رسومات كرتونية او كده، لا انا عايز اوصل لون البشرة الواقعي ازاي، واظبط لون البشرة حسب الريفرنس اللي انا بشتغل منه. كمان هقول لكم على مواقع تجيبوا منها ريفرنس لو انتم مش قادرين ان انتم ترسموا لايف من الطبيعة، رغم ان احنا في المحاضرتين اللي فاتوا يعتبر رسمنا لايف صور احنا مكوننها او صور عندنا احنا اللي مصورين. مرحله البورتريه هناخد اقول لكم على كم موقع بجيب منهم ريفرنس للبورتريه تحفه. هنخلص البورتريه بكل تفاصيله، العين، الانف، الشعر، الملابس، كل حاجه، وهعلمكم ازاي نصور اللوحه بتاعتنا، ازاي اختار الاضاءه وايه هي زوايا التصوير المناسبه للوحات الفنيه، وبعدين في الاخر هنعرف ازاي نبيع اللوحه بتاعتنا، ازاي نسوق لوحتنا صح. كده يكون انا يعني لميت لكم الكورس سريع كده، بس كل محاضره من اللي انا قلتها دي تحتها يعني متقسمه عناصر واقسام علشان تبقى سهله جدا عليكم. اخر حاجه بقى علشان اهم سؤال، ازاي اشترك في الكورس؟ انا هسيب لكم اللينك في اول تعليق، انتوا هتخشوا تضغطوا على اللينك وعايزاكم تستكشفوا الموقع. اللينك يا جماعه مش بيكهرب، اضغطوا عليه ما تخافوش، اللينك امن جدا. بنخش نضغط على اللينك ونسجل بالاكونت بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نسجل في الموقع ونشتري الكورس. انت لو دخلت من خلال الموقع اللي انا سايبهولك اللينك هتلاقي المنظر ده قدامك، هتدخل هتحاول ان انت تشتري الكورس بالطرق العادية، هتضيف في السلة، هتقول اضافة الى السلة او امتلك هذه الدورة، هتروح السلة هتلاقي الكورس بالشكل ده. هتبقى محتاج ان انت تسجل، تعالوا نشوف نسجل ازاي وبعد كده نرجع للدفع. التسجيل ببساطة شديدة، لو انت اصلا مسجل اصلا هيدخلك على طول، او هتكتب الايميل بتاعك والباسورد بتاعتك وهتلاقي نفسك دخلت على الموقع بسهولة. لو انت مش مسجل هتقول انشاء حساب جديد، هتكتب الاسم، هتكتب الايميل بتاعك، وهتكتب رقم التليفون، هتختار البلد بتاعتك. لما بنيجي نختار في الخانة دي خلوا بالكم، يعني احنا في مصر مثلا بتكون الارقام عندنا مثلا 010 او 011 او 012، هنشيل اول 0 تمام في الخانة لان هو بيبقى كاتب بلس 20، فبالتالي انت لما تيجي تختار مصر هتختار مصر وهتشيل اول 0 من رقمك. انتوا اكيد عارفين النقطه دي، يعني متهيألي انتوا عارفين الحكايه دي لو انتوا سجلتوا في مواقع قبل كده يعني برقم تليفونكم. المهم ان انت بعد ما تخلص كل ده هيبعت لك رساله تاكيد، هتروح تتاكد ان الرساله وصلت للايميل بتاعك، وبعد كده هتلاقي نفسك دخلت الموقع باسم والباسورد بتاعتك هتستخدمها في كل مره تدخل. يا رب يكون التسجيل سهل، فعلا التسجيل سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، مش بتقعد تكتب كذا حاجه، انت بتكتب بس الحاجات الاساسيه. المهم دلوقتي هندخل على الموقع، هتعمل ايه؟ يا اما هتبحث باسمي لورا او باسم الكورس، اكتب مثلا الرسم هتلاقيني طلعت لك، او هتلاقيني في احدث الدورات، او هتلاقيني في قسم الفنون والهوايات كده بسهوله شديده. او حتى لو انت رجعت لللينك اللي انا حطاه في التعليقات هتدخل تاني تلاقي نفسك جوه الكورس بتاعي. طيب نشتريه ازاي بقى؟ تعال اقول لكم. اول حاجة هنلاقي الكورس كده واضح قدامي بكل تفاصيله، وبعد كده هنلاقي قدامنا امتلك هذه الدورة،
هضغط على امتلك هذه الدورة هلاقي ان الكورس ده او الدورة دي راحت السلة. هضغط على السلة، منظر السلة قدامي، هضغط عليه هلاقي ان هي اتضافت فعلا في السلة. هاجي بقى عند الدفع، هتظهر عندي طرق الدفع. انا عندي الفيزا، يعني الفيزا ده متاح اعتقد في كل الدول، في رقم البطاقة، ده لو بيبقى الرقم الكبير قوي اللي بيبقى على وجه البطاقة فوق الاسم بتاعنا، ده بيبقى رقم كبير كده. بعدها هنلاقي تحته رقم مكتوب فيه شهر وسنة، الشهر والسنة دول هما اللي بيتكتبوا في عندكم هنا، الشهر والسنة. زي مثلا فرضنا مثلا 8/26، يبقى البطاقة دي بتنتهي في شهر 8/2026. طيب هنلاقي عندنا رقم CVV، الرقم ده هو اللي بيبقى في خلف اي بطاقة في الاخر كده، هتلاقوا فيه جزء كده عليه لغوشة كده، وبعد كده تلاقوا فيه 3 ارقام، هو ده رقم CVV. كده الموضوع بقى واضح قدامكم. كده طريقة الدفع بمجرد ما تدخل الأرقام بتاعة الفيزا دي وكوبون الخصم لو لسه شغال هتستخدمه وتبدأ في الدفع. بالنسبة للعملة مكتوب قدامكم بالدينار الكويتي، أنا سألت الموقع قلت لهم ليه مش ظاهر بغير الدينار الكويتي، يعني اللي عايز يدفع بعملة تانية يعمل ايه؟ قالوا اول ما بيجي يدفع بتتحول لعملته مباشرة، يعني انت ما تيجي تدفع من مصر هيسحب منك بالجنيه المصري عادي خالص مفيش مشكلة، وهم بيشتغلوا على نقطة انه يظهر بالسعر. طب انت لو عايز تاخد الكورس وخايف تدفع هتروح تحول المبلغ اللي طلع لك بعد الخصم بتاع الكود بتاع الخصم، تروح تحوله على جوجل من الدينار الكويتي لعملة بلدك، فهيظهر لك على طول بعد ما تضغط على اتمام الشراء. تمام كده، اي اسئلة تانية اكتبوها لي في التعليقات، يا رب تكونوا يعني عرفتوا كده الكورس ماشي ازاي والدنيا ماشية ازاي. قولوا لي رأيكم في الكورس وفي الاعلان بتاع الكورس وفي كل حاجة. ما تنسوش تابعوني على الانستجرام، ودلوقتي هقول لكم سلام.